الجمعية العامة للصحة العالمية تتناول في مؤتمرها لهذا العام انقاذ الارواح وتعزيز الصحة للجميع وتناقش القضايا المتعلقة بالجوانب الصحية والوقاية من الجوائح بمشاركة مجموعة من وزراء الصحة من مختلف دول العالم وخبراء من منظمة الصحة العالمية وممثلي المجتمع المدني. تؤكد المملكة سعيها لتحقيق المبادئ التي تضمنها بيان القادة أثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في, عشرين في العام عشرين عشرين والتي تصادفت مع بداية جائحة كوفيد ومنها مبادرة رئاسة المملكة للبدء في ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها ومن ذلك تبرع المملكة لصندوق الجوائح الجلاجل شدد على ان المملكه اصبحت تشارك خدماتها وخبراتها في مجال الصحه الافتراضيه خارج حدودها وذلك بفضل التطور الرقمي الذي تشهده في جميع القطاعات كما تتطلع للحدث الهام في العام القادم المتمثل في استضافتها للمؤتمر الوزاري للصحه العالميه الخاص بمضادات الميكروبات. ان المملكه وبدعم وتوجيهات قيادتها الرشيده، وايمانا بتطبيق نهج الصحه الواحده، وسعيا للاستجابه لتهديدات الصحه العامه، وما يهدد مضادات الميكروبات، فاننا نتطلع لحدثين هامين مهمين في العام 2024 وهما اعلان الجمعيه العامه للامم المتحده بشان مقاومه مضادات الميكروبات وما يعقبه من استضافه المملكه العربيه السعوديه للمؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى خلال اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف أكد وزير الصحة فهد الجلاجل سعي المملكة لتحقيق المبادئ التي تضمنها بيان القادة أثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020 طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف